تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية والسموم وسط أحياء المدينة العملية التي تمت بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة المدية أصفرت على توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا وحجز 3600 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 مليغرام مبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل هذه السموم قصد ترويجها عبر مختلف أحياء مدينة المدية